جولة فنية وثقافية رح نبلشها من بشري يلي رح تستقبل بكره السبت ريسيتال ميلادي مع كورال جامعة سيدة الويزي بقيادة الأب خليل رحمي وذلك بكنيسة الكملات. ومع هالنشاط بتكون كورال سيدة الويزي بيكون كورال سيدة الويزي وصل لختام كل النشاطات اللي شارك فيها خلال شهر كانون الأول. منتابع مع الأجواء الميلادية ولكن هالمرة من بلدة أرنعون يلي عم تنظم الكريسماس فيليج السنوي. هالكريسماس فيليج بيفتح أبوابه يوميا من الساعة 11 قبل الظهر وبيستمر لغاية 7 كانون الثاني. المدينة هو عنوان العرض المسرحي اللي انطلقت عروضه امبارح على خشبة مسرح دوار الشمس. العروض رح تستمر لغاية 7 كانون الأول. هالعمل من إخراج جوليان بطرس من تمثيل عبد نوار، مريم الرامي، هبة نجم وهبة سلمي. نتابع مع الأعمال المسرحية اليوم وبكرة العرضين الأخيرين لمسرحية مسترجلي، هالمسرحية يلي عم بيتم عرضها على خشبة مسرح تياتر الجميزي. فيلم أند أكشن أفيل وهيدي منتابع مع معارض الفن التشكيلي ومعرض بعنوان Celebration of Dreams من تنظيم أرامي Art Gallery. هالمعرض اللي عم تستقبله أسواق بيروت رح يضل مستمر لغاية 6 كانون الثاني بسوق الصاغة وهو بيفتح أبوابه يوميا من 10 الصبح للعشرة المساء. بإطار جولته العالمية الفنان الإلكترو بوب الروسي ماكسيم دارك رح يعطي محطة ببيروت وذلك ليلة رأس السنة ب 31 الشهر بالبي او 18 بالكارنتينا. ننتقل إلى الأونوماتوبيا بالسيوفي يلي بيستقبل بكرة أمسية موسيقية رح تجمع أرتور ساتيان على الكيبورد، أندري سيغان على الدبل بيس وفؤاد عفرة على الدرمز. الموعد بكرة ابتداء من الساعة 8:30 المساء. بتقدم تونامي ليليان عمل مسرحي بعنوان Queen of the Seasons من كتابة بنتا لارا رين. هالعمل عم تستقبله خشبة مسرح السجاس بالجديدة وعرضين باقيين ب 2 و 6 كانون الأول على الساعة 4 بعد الظهر. خلصت الصيفية واجت الشتوية واختفى الخريف ملكة المواسم. العروض المسرحية هي يمكن أكثر شيء عم بتكون ناشطة بهالفترة الأعياد وعمل مسرحي كمان من توقيع جورج خباز إلا إذا العروض رح بتكون كمان مستمرة خلال الويك أند. هالعمل من تمثيله تأليفه إخراجه أكيد بمشاركة عدد كبير من الممثلين.
يا وطني سامحنا نبقينا ولا رحنا ما فينا نعيش تلاك ولا فينا نعيش فيك. العروض عم يستقبلها مسرح الشاتو تريانو. مشوار 45 هو عنوان العرض الإيمائي يلي جمع فيق حميصي مع عايدة صبرة، سبق وقدموا عرضين، أما العرض الثالث رح بيكون بسبعة كانون الثاني على خشبة مسرح مترو المدينة ابتداء من 9 المساء. ننتقل إلى تياترو فيردان يلي كمان رح يستقبل الأمسية الثالثة من كيس ومتريس، أعداد موسيقى لريان الهبر بمشاركة الممثل بديع أبو شقرة. الموعد المقبل رح بيكون نهار الجمعة 12 كانون الثاني. وختاما الممثلة والمخرجة المسرحية باتي توتال أعلنت أنه تم تمديد عروض إضافية لمسرحية فريزر لكل يلي ما قدروا يتابعوها. العروض رح بتكون من 17 ل 28 كانون الثاني على خشبة مسرح دوار الشمس. اليوم الجمعة موعد ثابت مع زميلنا يقظان التقي عبر إذاعة الشرق، وبحلقته لليوم بانوراما نهاية العام بالمجازين السياسي مع ضيوفه، وبداية العنوان العريض عام 2018 عام التسويات السياسية أم الأزمات المترابطة. وضيوفه لليوم الوزراء السيدة رشيد درباس، محمد عبد الحميد بيضون، والوزير روجي ديب. مجازين السياسة 8:30 صباحا إذاعة الشرق. كيف عم بيكون وضع الطرقات؟ خلينا ناخد فكرة مع جوال. ننتقل إلى غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير، ومعنا المشغل جوزيف غاوي. مرحبا. حبيب. ألو. إيه ألو. صباح الخير. إيه صباح النور. كيفك؟ ماشي الحال. بعتقد ما كتير في عجقة. ما في عنا شيء أبدا. يلا هات لنشوف. المداخل كلها كثير منيحة. رح نبلش اليوم من مدخل الشمالي. عنا حركة سير ناشطة من جوني باتجاه نهر الكلب. نعم. بتكمل كمان دبي. حركة سير كمان ناشطة إلى طبيعية. عنا الطريق البحرية كمان كثير منيحة اليوم، ما عنا أي ضغط سير. وصولا لنهر الموت كمان عم نرجع نشهد حركة سير ناشطة من نهر الموت باتجاه الدورة. الدورة كمان عم نكمل حركة سير ناشطة باتجاه شارع الحلو وصولا للصيفة. اوكي. بولفار سن الفيل الاشارات كمان حركة سير كتير منيحة اليوم ناشطة الى طبيعية وصولا للصالونة. عنا مدخل الجنوبي حركة سير طبيعية اليوم على المدينة الرياضية باتجاه الكولا. من الكولا كمان عم تصير حركة سير ناشطة باتجاه الوسط التجاري. عنا كمان مدخل الشرقي كمان يوم حركة سير ناشطة باتجاه الصياد. من الصياد عم تكمل كمان حركة سير كتير منيحة وصولا لأقصاد أمين لحود وصولا للكارانتينا. أوكي. العدلية باتجاه المتحف كمان كتير منيحة. جسر العدلية باتجاه الأشرفية حركة سير أقل من طبيعية. ضمن بيروت عنا إشارات كورنيش المزرعة حركة سير كتير منيحة. شارل الملك أشرفية باتجاه برج الغزال مثل ما مبين كمان حركة سير ناشطة. نعم. برج الغزال حركة سير كتير طبيعية باتجاه برج المر. كمان اليوم تقاطع برج المر باتجاه الحمراء أو باتجاه الطريق البحرية كتير منيح. عندنا كمان طريق البحرية عالم رئيسي باتجاه الروشة أو الخط المعاكس حركة سير كتير منيح. هذا بالنسبة لحركة السير. عندنا الحوادث تسجل بال 24 ساعة الماضية، سجل عنا 10 حوادث نتج عنهم قتيل و 12 جريح. الله يرحمه. أما محاضر السرعة الزايدة اللي صدرت عن قوى أمن الداخل 24 ساعة الماضية كمان سجل 988 محضر سرعة رجعوا طلعوا شوية صغيرة. أكيد للتواصل معنا على 1720 أو متابعتنا عبر السوشيال ميديا لتويتر @TMC Lebanon والفيسبوك وغرفة التحكم المروري. أوكي جوزيف، شكرا لك من عيدك. إذا ما رجع نقدر نحكينا معك، على أمل تكون سنة حلوة عليك وعلى كل العناصر. يعطيكم العافية. شكرا. الله معك. بريك ومن بعده منتابع أخبار صباح. خليكم.